السلام عليكم الاخوان ونهاركم مبروك وتحيات لكم الاخوات داخل الوطن وخارج الوطن. تحيه كبيره لمعد عثمان وضعرف الخوت. كما كتشوفوا الخوت اليوم راه كنتواجدوا في سوق حد المنابه الاخوان باقليم مراكش بتاريخ الاخوان 12 مارس 2023. اللهم بارك والله يدير الخير. وتحيات الخوت والحباب كيدعمونا وكيشاهدونا وكيبارطاجيو معنا الفيديوهات، تحيه خاصه تبارك الله. كما كتشوفوا الخوت راه السلعه موجوده الاخوان، خروف غليظ والرقيق والبدري موجود تبارك الله. الله يدير الخير، موجود الخير تبارك الله. راه كما كتشوفوا الاخوان راه السلعه موجوده. البنادم اللي كيقول لك السلعه قليله راه ما قليلاش الخوت. انتم غتحكموا انتم الاخوان. راه كندور شي دوره بحال ما وقع، راه كاين الغلم الخوت، كاين الغلم تبارك الله. الله يبارك، اللهم بارك. كل شيء هذا الشيء غنوريه لكم ان شاء الله، والله يدير الخير. وتحيات الخوت والحباب انتم الاخوان تبارك الله. السلعه راه موجوده الاخوان تبارك الله، تبارك الله. راه السوق عامر الخوت تبارك الله. اللهم بارك، اللهم بارك. الله يدير الخير الخوت والحباب. انا الخوت السلعه تبارك الله شحال داخل انتم الاخوان. انا غندور الدواره الاخرى ثاني باش تعرفوا السلعه راه كاينه الاخوان تبارك الله، تبارك الله. السلعه راه كاينه موجوده الاخوان تبارك الله، والثمن كاين. انا بعيشور كي داير صحيحه مزيان. الله يبارك فيك بعيشور، الله يعزك انتم الاخوان تبارك الله. السلعه راه كاينه الخوت تبارك الله، الله يدير الخير تبارك الله. وتحياتي للخوت والحباب تبارك الله. ها انتم الاخوان تبارك الله، السلعه راه كاينه الاخوان تبارك الله. انتم تبارك الله، اللهم بارك. الله يدير الخير جميع الناس الخوت انتم تبارك الله. طلبوا الله التيسير. السوق عامر الاخوان تبارك الله. كما كتشوفوا راه السوق عامر بالزيد الخوت تبارك الله. السلعه فايضه تبارك الله، راه كاين الخير تبارك الله. والسلعه كتخرج الاخوان تبارك الله، اللهم يسر. الله يدير الخير. كاينه الصحراويه، كاين البلاد كاين الغرب ديال البلاد، كاين ديال تاد، لا كاين هنا ديال مراكش، كاين ديال المنابه اللي معاش الصحراويه. وي راه كاينه، واه كون ديال الداخل راه كاينه بزاف الاخوان تبارك الله. موجود الخير تبارك الله. انتم الاخوان راه ندوروا شي دوره اخرى وتشوفوا تبارك الله. وكل شيء غنشوفوا الاثمنه ديالو تبارك الله، والله يدير الخير تبارك الله. تحيات الخوت الحباب تبارك الله. انتم الخوت راه غير موجوده تبارك الله، اللهم يسر الامور. الله يدير الخير تبارك الله. السلام عليكم دير العمس، عندك الغليط او الغليط تبارك الله. اللهم بارك الاخوان، والله يدير الخير تبارك الله. تحيه كبيره خاصه. كي داير العمس بخير؟ صحيح مزيان، الله يبارك فيك. قبل ما نبدا معاك، السلعه موجوده اخويا. كاين السلعه وكاين السلعه موجوده داخل اليوم من هذا. كاين الثمن، الثمن عرفناه كاين، ولكن السلعه موجوده. بنادم كيقول لك قليله ما قليلاش تبارك الله. هي كتدخل هنا والبنكرير. شحال الثمن هذه؟ الله يرحم الوالدين. نعم 73 و500. طاو شي بركه ما قنعتكش. اللهم بارك الاخوان، والله يدير الخير تبارك الله. 73 و500 الخوت تبارك الله، اللهم يسر الامور. والله يدير الخير تبارك الله. على الخوت 3675 درهم تبارك الله. اللهم هذا ما معاش ياك، هذا ما معاش تبارك الله. اللهم بارك. مرحبا خويا، مرحبا. اللهم يسر، الله يدير لي في الخير تبارك الله. الخوت الله يدير شتا ولدي الخير. السلعه راه كاينه الاخوان تبارك الله، والطوب ديالت المليح تبارك الله. اللهم يسر خويا تبارك الله عليك. الله جبتي سير، الله يسهل عليك. وندورش دور الاخوان في السوق ونشوفوا الثمن. اللهم يسر، اللهم بارك. كل عام السلام عليكم. كي داير العمس بخير؟ صحيح مزيان، الله يبارك فيك. على البديريين بشحال ديتيهم؟ بعتي لي ب 48 و500، الله يسهل عليك تبارك الله. 48 و500 الخوت وزيد مشري ديالك. مرحبا. لا لا ما نزيدش شي حاجه، انا داكشي اللي كاين نقولوه الرزق الله. هو باع على هذا الراجل، يا ربي يسر لك خويا. الله يجيب تيسير. 48 و500 الخوت على 2425 درهم تبارك الله. غنم غنم ديال البلاد هذه، هي ديال البلاد، ديال البلاد. اكواك الله يرحم والديك، هذه غنم البلاد الاخوان مربع تبارك الله. اللهم بارك الاخوان، الله يدير الخير تبارك الله. طلبوا الله التيسير، الله يستر، الله يستر. بنادم عايش هلا ويداوي، فهمتيني؟ ويداوي راه جاب الله النصيب. هو اللي كنقابلها ولا قول اللحيه. الله يسرعك خويا اللحيه، الله يجيب التيسير. كساب، الله يسهل عليكم. هادو راه كساب الاخوان، الله يحفظك. الله ربي يخليك من المتتبعين ديالنا سيدي. مرحبا بك، الله يحفظك. اللهم يسر امور الاخوان، والله يدير الخير. وندورو شي دوره في السوق، الله يجيب التيسير لجميع الناس. بارك الاخوان، والله يدير الخير تبارك الله. والعام السلام عليكم. اذا نعس بخير؟ صحيحه مزيان. كيبان لي السوق بحال فيه السلعه موجوده. ها كلشي زين، حنا نطلبوا الله. الله يزيد الخير، الله يزيد الخير. بنادم مخروع كيقول لك السلعه قليله. الله يزيد الخير والله، الله يزيد الخير. شحال الثمن اخويا؟ 43 و500 تبارك الله، تبارك الله. اللهم بارك الاخوان، والله يدير الخير. 43 و500 الخوت تبارك الله.
وحل 2175 درهم تبارك الله. غلم مربع الاخوان تبارك الله، هذه الله يسر. زيد بابا زيد تبارك الله، اللهم بارك، الله يدير خير جميع الناس تبارك الله. انظروا بها كامل الخوت، اللهم يسر الامر جميع الناس تبارك الله تبارك الله. اطلبوا الله التيسير وانظروا واش دوره في السوق. خويا الله يسر، الله يجيب التيسير من عمي، الله يحفظك. المعمر السلام عليكم، تحياتي ليك ونهار مبروك. هذا كيداير انت؟ بخير صحيحه مزيان، دو معنا مزيان الله يعزك، كلشي بخير وعلى خير. كيجاك السوق شويه اليوم الله يحفظك. نعم السلعه داخله والسلعه موجوده، خروف الغليظ، الغلم ديال الداخل تاياك موجوده، كلشي كاين، انواع كاينه، حتى البرقيه موجوده والثمن. الله يدير شي تاويل، نطلبوا الله يروينا بالشراويه ثاني نطلبوا الله سبحانه وتعالى يعطينا الصحيح صحيحه، كلشي دايز كلشي فايت، اللهم يسر الامور، الله يدير لي في الخير تبارك الله. نطلبوا الله التيسير. شحال الثمن ديال هاد الثلاثه الله يحفظك؟ هذا اييه 64 تنقولوا في فمنا. كتقولوا في فمك في فمك؟ وهذوك الجوج 100 فيهم جوج تنقولوا في فمنا صافي. الكتاب تاع ديال هذوك الجوج عاطيني 96 وهذا عاطيني في 62. هذا عاطيك في 62 المعطى، وهذوك عاطيني 96. 96 في هذوك الجوج تبارك الله. هذا الخوت 62 3100 درهم، وهذا الخوت راه 96 اللي ثبتوا لي فيهم الاخوان تبارك الله، اللهم بارك والله يدير الخير. 96 تبارك الله 4800 درهم، اللهم يسر الامور. سب الله ما عمرك نشكروك، وتحياتي لك تحيه كبيره. الله يحفظك عزيز علينا حتى انت، وربي يخليك. شكرك حتى على القناه اللي داير مدعم، وربي يخليك الله يحفظك. كنوصلوا واحد المعلومه للناس قاعد في داره يتفرج، ويستاهل حتى هو رحمه الوالدين. هذا ويستاهل اللي يتفرج يقول الله يرحم والدينا. هذاك السيد راه انت تلاقي الناس مع الناس. الله ربي يخليك الله يحفظك. واحد ما تعيط لي قسما بالله تعيط لي ما تيشد مع الديلات تيقول لي انت راه انا نعرفك، وتنقول له تيقول لي تنشوفك في اليوتيوب. تيقول لي راني تنشوف شحال واحد تيجي يشري مع الدين قسما بالله، مش مع الدين معرفه، تيقول لي معروف انت معروف انت والله يسر. اللي زين زين، اللي يخاف والو، والله يسر الامور اخويا، الله يجيب التيسير، الله يعز اخويا. اخوان اللهم بارك الخوت، الله يدير الخير المليح. سي عبد الطيب السلام عليكم. هنينا وهنينا تبارك الله، اللهم بارك الخوت، وتحياتي لكم تحيه كبيره خاصه. كاين الزين وكاين المليح، هضره للوالد الاخوه اللي كيدوي تبارك الله، تحياتي للسي العربي تبارك الله، اللهم بارك. سي عبد الكبير شحال الثمن الله يحفظك؟ 66 الله يرحم الوالدين تبارك الله. هذا خوت غرم وحده، شحال من راس عبد الكبير؟ 41 راس المليح الاخوان تبارك الله، اللهم بارك، الله يدير الخير. 66 3300 درهم الاخوان تبارك الله، اللهم بارك، اللهم صلي وسلم. لا المليح والله البنابه فيها المليح اليوم، داخل السلعه موجوده تبارك الله، اللهم بارك، الله يدير الخير. وتحياتي للخوت والحباب تبارك الله. وغنشدوا الميراق باعوا هنا الله يسخر، بقات عندهم اللي بغا متصل بهم. كتقول 70 قلتي لهم 70 رزقك هذاك تبارك الله، كيطلب 70 على الاخوان تبارك الله، اللهم يسر الامور والله يدير الخير جميع الناس تبارك الله. مرحبا، وكنا عندنا شي واحد معيط لينا الديوه ما تبقى كاع، الله يسر الامور الله يدير الخير تبارك الله. وتحياتي للخوت الحباب، وغنضرب بها كامله راه 41 راس المليح، والله الا المليح عاشور تبارك الله، اللهم بارك، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الخوت تبارك الله. المليح والزين 3300 درهم، 66 الاخوان تبارك الله. ونطلبوا الله يدخل علينا هذا الشهر ديال الغفران بالرحمه والتوبه والمغفره الاخوان تبارك الله، والصحه وطول العمر ان شاء الله لجميع المسلمين داخل الوطن وخارج الوطن. تحيه كبيره خاصه تبارك الله. عيشور خلي النمره ديالك. لا انا سعد عبد الكبير. تبارك الله، اللهم يبارك الاخوان. مرحبا عيطوا لي نعيط لك. مرحبا، اللهم يسر امور الله يدير الخير. تحياتي للسي عبد الصادق من هنا من هنا من المنابات المراكش تبارك الله، اللهم يسر الامور. عبد الكبير خلي النمره ديالك. 06 06 62 02 17 90 باعوا هنا الله يسخر، بقات عندهم اللي بغاهم يتصل بهم الاخوان. السلعه هذه سلعه وحده وسلعه دوريجين تبارك الله، يا ربي يسر الامور يا ربي تبارك الله. المليح على الخوت تبارك الله، اللهم يسر، الله يدير لي في الخير تبارك الله. نطلبوا الله تيسر الاخوان، نطلبوا الله تيسر الخوت المليح، سلعه كاليتي هذه الخوت.
حبس ليا حبسني وهاني راه ما شفت والو. ندورش دور الاخوان السوق ونشوفوا الثمن يا ربي يسر الامور يا رب. والله ما بارك الله يدير الخير وتحياتي للخوت الحباب تبارك الله. سلعه اصيه خوت وخا ديال الدخيل ولكن المليح المليح على الاخوان تبارك الله. اللهم بارك سلعه مزرده هذه الخوت تبارك الله. نصوروا مولاي على الثمن. اللهم شحال الثمن اخويا الله يحفظك؟ 52 52 الاخوان تبارك الله هو المليح تبارك الله. قرقع على الخوت انا ندير الدخيل ولكن المليح 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 على الخوت 52 2600 درهم الخوت تبارك الله. هذه السلعه الاخوان تبارك الله سلعه زينه الخوت اللي داو تهلا فيها سلعه دير جيده تبارك الله. يا ربي يسر الامور يا ربي تبارك الله. الله يحفظك. 52 الاخوان تبارك الله. يا ربي يسر الامور يا ربي نطلب الله تيسير ابن عمي. الله يسر لك الله يجيب تيسير اخويا. اللهم بارك الاخوان الله يدير الخير. ابن عمي السلام عليكم. السلام عليكم. نعم بخير صحيح مزيان. هذه السلعه ديال البلاد. اييه. شحال الثمن؟ الثمن اخويا كنطلبوا فيها 60000. 60000. اييه. شحال هي من راس؟ 36. 36 راس. اييه. وكاين الثمن تبارك الله. وكاين الثمن ولكن هذه غير المواقفه راه مزينه. هذه غير جيده المعلم. غير مواقفه ولا مليحه. شحال هذه؟ كطلب فيها 60. 62. 62 ولا 60؟ 62 اللي كيطلب فيها الاخوان تبارك الله 3100 درهم. اللهم بارك الله يدير الخير. اللهم لا حب لا والو. تبارك الله السلعه الخوت مليحه سلعه زينه تبارك الله. يا ربي يسر الامور يا رب تبارك الله. السلعه مقاده الخوت ومزرده تبارك الله. شحال تمرة 58 ألف كنقول 52 ما كاينش. تمرة 58 درهم. 2900 درهم اللي ثابته عند الخوت 58 وكيطلب فيها هو 62 رزقه هذاك تبارك الله. يا ربي يسر الامور يا رب. نطلبوا الله تيسير الخوت خويا. الله يسر لكم الله يجيب التيسير اخويا. الله اللهم بارك الاخوان والله يدير الخير. اللهم يسر الامور. شحال خويا الثمن الله يحفظك؟ 54. ايوا هذيك. لا ايوا هذيك تبارك الله 54 اخوان. وغنشدوا النميره السلعه راه زينه الخوت تبارك الله وراه مزرده وغرم ديال الداخل الخوت ولكن المليح المليح على الاخوان تبارك الله تبارك الله. اللهم بارك الله يدير الخير. شحال قلت لي الثمن؟ 54 تبارك الله تبارك الله. اللهم يسر الامور والله يدير الخير. وتحياتي للخوت والحباب. السلعه راه موجوده الخوت 54700 درهم تبارك الله. يا ربي يسر الامور يا ربي. غنتمنى غندور معاهم جوج جليبات الخوت ونخليو النمره ديالو اللي بغى شي حاجه يتصل بهم تبارك الله. يا ربي يسر الامور تبارك الله. 54700 درهم الخوت تبارك الله. السلعه الاخوان والله يسر الامور جميع الناس تبارك الله. نطلب الله التيسير على السلعه الاخرى حتى هي الاخوان تبارك الله. السلعه الخوت راه كلها مليحه تبارك الله. شحال فيها من راسه ولد بعد الكبير؟ شحال فيها كامله؟ 52 راس اللي كاينه. 52 راس الخوت اللي كاينه تبارك الله كامله الخوت تبارك الله تبارك الله. اللهم يسر الامور والله يدير الخير تبارك الله. السلعه الخوت راه مقادره يا اخوان وراه مزرده الخوت 54700 درهم. نطلبوا الله تيسير. تعال ولد عبد الكبير تعال اعطيني النمره ديال الوالد. تعال تعال ما تعرف يجيب الله النصيب. ما جابش الله في السوق يجيب الله النصيب في التليفون. يا ربي يسر الامور. قول استاذ عبد الكبير قول. 06 59 05 30 18 الاخوان تبارك الله. عدو 52 راس هاد الجليبه الاخوان هادي هي وهادي الخوت تبارك الله. كلها غلم قاده سيري واحد ما كان واحد عالي واحد كلها غلم واحده تبارك الله. غلم بدريه الخوت دوريجين. الله ييسر الامور تبارك الله. نطلبوا الله تيسير الخوت. الله ما نكذب عليك انا. ندوروش دوره في السوق ونشوفوا الثمن. الله ييسر الامور. اللهم بارك الخوت هذه الحاوليه تبارك الله. وغنسولوا مولاه على الثمن شحال تباعت. اللهم يسر الامور الله يدير الخير. شحال ود عم الثمن الله يحفظك؟ 19 ونص. 19 ونص تبارك الله. 19500 الخوت 975 درهم دوريجين تبارك الله ديال تاهل الاخوان هذه تبارك الله. اللهم يسر تبارك الله. 19 ونص باش خرجت الخوت تبارك الله. يا ربي يسر الامور يا رب.
بعد ما كيتكل على الله وهادشي اللي كاين هو هذا كيتكل على الله وجب الله النصيب 19.975 درهم الخوص يا ربي يسر امور خويا الله يسهل عليكم الله يجيب تيسير الله يسهل عليك ادريويش اللهم بارك الله يدير خير اللهم يسر امور بنعم السلام عليكم كيف نعس بخير صحيحه مزيان الله يبارك فيك شحال الثمن ديال البديريين هادو 47 غرم ديال البلاد الاخوان تبارك الله هادي تبارك الله ديال تاد هادي لا ديال تاد لا السلعه هادي لا لا هذا البلاد ديال البلاد هنا اشمن بلاصه المرقد ديالها المرقد من المنابه تبارك الله الاخوان 47 2350 درهم تبارك الله يا ربي يسر امور يا ربي تبارك الله سلعه زوينه مرحبا بك خويا الله يسر امور الله يدير الخير تبارك الله بعد مراعاه سباب والكاميرا على الله بعد ما عاد كيعرفنا انا كنجيو نصورو كيعرفونا تبارك الله نطلبوا الله تيسير كيجيك السوق شويه عم الحاج اليوم عايشور واخا السوق دابا غالي ويني العالفه خويا راه هاني هو اللي ما خلاش دابا هو الحمد لله هاد الربيعات اللي جاب الله راه لاباس بهم بعدا لاباس بهم الله يا ودي ما بقيتي على العلف دعمونا به الله يجزيهم بخير كنضربوا الخشب في الدار البيضاء لا ما نديش هنا ما كان لا دعم لا والو من ود لا هنا دعم كاين كلا دعمنا هو 50 شاو 60 شاو غادي يروح 50 شاو ديال الدجاج ربي يعطيه قال لك حقا الرويزه كاينه الا ما تقيدوش لي سيني هذاك السيني سيس ولا شو يقولوا البابا ما تدوش الرويزه قال لي معاش الدوا عندكم دابا هذاك السيني سيس هو خليناه لكم نقول لهم كل شيء ها والله يدير ما خاصنا لكم لا حتى حنا نطلبوا الله شي شتي اخرى سيدي مولاي صافي شي شتي اخرى هذاك هو العلف الغلم ها هذاك اخويا 47 اللي عاطيني هذاك هو العلف الغلم هذا هو والله تبارك وعشي تبارك شي بركه جينا تاع الشتاء يا ربي طلب الله طلب الله تيسير يا ربي تغني عبادك من عندك يا ربي كلامك زين يا ربي وصل دعوتك لا بقيت على خوتك طويل كما جي دير في الشوال صافي والله يسر امور الله يحفظك تحيات الساعه شهور خليه يدوي خليه كيهضر دوينه دوينه دعينا ولكن كسابة بغينا اليوم الرحمة تنزل عند الله امين يا ربي امين والله لا غتنزل لهم الشتاء هي اللي غتهزهم شوية وما لا بقاو على خوتهم عيد يعاد الله يعاوننا والله يجيب السلامة امين الله يسرع خويا الله يجيب التيسير اللهم بارك الله يدير الخير ونصور المولاة ثمن الخوت هذه السلعة هذه الخوت تبارك الله يا ربي يسر امور يا ربي جميع الناس تبارك الله ودعم السلام عليكم كيف نعس بخير صحيحة مزيان الله يبارك فيك ساليت الموسم ديال التبريدة ها ساليتي ركبتي هذا العام ولا ما ركبتيش ركبتي ياك ها ضروري شحال الثمن ديال هادي رب المشتري شحال 59 المشتري الاخوان 59 2950 درهم تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك اللهم صل وسلم على الحبيب السلعه موجوده الاخوان 26 راس موجودة الخوص السلعة تبارك الله السلعة راه موجودة الإخوان تبارك الله يا ربي يسر أمور جميع الناس تبارك الله 59 2950 درهم تبارك الله نطلب الله تيسير اللهم يسر أمور جميع الناس تبارك الله تبارك الله يا ربي التيسير يا ربي يا ربي تفك عبادك يا ربي تبارك الله تبارك الله اللهم يسر الله يدير لي في الخير تبارك الله السلعة الخوت راه موجودة تبارك الله يا ربي يسر أمور يا ربي ندورش دوره في السوق ونشوفوا الثمن الله يسر امور الاخوان الله يدير الخير اللهم يسر امور نسولوا على الثمن واش حد الثمن لحظك 56 56 الاخوان تبارك الله اللهم بارك الله يدير الخير تحياتي تحيه كبيره خاصه للاخوان داخل الوطن وخارج الوطن تبارك الله 56 2800 درهم الخوص تبارك الله يا ربي يسر امور يا رب تبارك الله ندورش دوره اخوان السوق وشوفوا الثمن الله يسر خويا الله يسر عليك الله يجيب تيسر اخويا بارك الاخوان الله يدير خير هذه السلعه الخوت هي ديال الداخل الاخوان ولكن غنسولوا مولاه على الثمن تبارك الله ولكن الزينه تاع الزين راه كاين الخوت تبارك الله اللهم يسر الامور الله يدير خير تبارك الله تبارك الله السلعه الخوت راه مقاد الاخوان تبارك الله شحال الثمن ود 44 2200 درهم الخوت تبارك الله يا ربي يسر امور يا ربي تبارك الله السلعه اليوم موجوده مرحبا السلعه موجوده تبارك الله السلعه داخل الخوت موجود الخير تبارك الله اللهم يسر الله يدير في الخير تبارك الله 44 2200 درهم الخوت تبارك الله تبارك الله المركب ديالها منين هذه الله يحفظك فقيب الصالح تبارك الله خوت هذا غير مدير فقيب الصالح الاخوان تبارك الله اللهم يسر
الله يدير لي بالخير تبارك الله، نطلبوا الله تيسير الخوت، الله ييسر الامور. شحال في عندك من راس اخويا؟ 60 راس تبارك الله، هي 60 راس الخوت. وغنشدوا الميره ديالو كسبتك اكسيب، شدوا الميره، نشدوا الميره الاخوان ومرحبا، اللهم يستر، الله يدير لي بالخير. اعطيني النمره ديالك، قول 06 36 61 65 46. غاتعدوا الاخوان هنا اللي بغى يتصل بي تبارك الله، 60 راس الخوت، ولكن مليح الخوت تبارك الله، شي حاجه راه قرقع على الاخوان تبارك الله، تبارك الله، ونطلبوا الله تيسير. خويا الله ييسر لكم، الله يجيب التيسير، الله يعاونكم خويا. اللهم بارك الاخوان، الله يدير الخير، هذه حوليه الخوت خارجه، وغنسولوا مولاع الثمن الله يستر. شحال الثمن اخويا الله يحفظك؟ الثمن 25 ونص الخوت، تبارك الله، 25 و500 1275 درهم. تبارك الله، هذا خوت معدل الجزائر الاخوان تبارك الله، يا ربي يسر الامور يا رب، ندوروا دوروا في السوق ونشوفوا الثمن. الله اللهم بارك الاخوان، الله يدير الخير، ونسولوا مولاهم على الثمن، ما عرفناش مولاهم شكون هو تبارك الله. ها ديولك الخرفان ديولك؟ وين ديولي؟ شو مولا ما عرفتش شحال قلت؟ 70000 باش داهم، باش داهم تبارك الله. من عندكم ديال البروكات هذا؟ من ديال البروكات. 70000 الاخوان تبارك الله، الثمن ديال البيع ديالهم الخوت تبارك الله، 3500 درهم صابي عندنا تبارك الله. شحال اخويا؟ 70000 لكن كاين اللي مليح الخوت تبارك الله، تبارك الله، مليح الخوت تبارك الله، تبارك الله يا ربي. شنو نقول لك؟ لا اله الا الله، الله يدير شي تاول ديال الخير، شي حاجه الخوت قرقع عادي الاخوان تبارك الله. 70000 الاخوان تبارك الله، 3500 درهم خويا الله يسهل، الله ييسر الاخوان تبارك الله. جينا عند البرقيه الاخوان تبارك الله، وغنسولوا مولاهم على الثمن تبارك الله، البرقيه موجوده الخوت هي تبارك الله، اللهم يسر الامور والله يدير الخير. شحال الثمن اخويا؟ 45 45000 الخوت تبارك الله، 2250 درهم تبارك الله، فيها جوج دراسات الخوت هذا تبارك الله، نطلبوا الله تيسر الاخوان تبارك الله، يا ربي يسر الامور يا رب تبارك الله. السلعه موجوده الاخوان، راه قلت لكم برقيه السرديه كلشي موجود، الخير موجود تبارك الله. هذا فيديو غنخليه طويل الاخوان تبارك الله بحال ما هكا، ونسولوا مولاهم على الثمن صافي تبارك الله، الله ييسر الامور والله يدير الخير تبارك الله. سولوا هذه هي خوت الثمن ديالها شحال، الله ييسر الامور الله يدير الخير. شحال اخويا الثمن شحال الله يحفظك؟ 46 46 و500 مرحبا، 46 و500 الخوت تبارك الله، موجود الخير الاخوان تبارك الله، البرقيه راه موجود الخوت 46 و500، والدراس الوسطاني الخوت عطاو فيه 47 تبارك الله، 46 و500 2325 درهم تبارك الله، طلب الله تيسير، اللهم يسر الامور تبارك الله. السلعه ديالك الحاجه اييه تبارك الله، تعطيني النمره ديالك اييه. شحال شحال فيها من الراس؟ شحال فيها من الراس هي؟ الله يحفظك ليا، الله يعزك العبس. والنمرة على الله ما تعرف مالك. اللهم يسر. بخير وعلى خير، الله يحفظك. تبارك الله، اللهم يسر الأمور، الله يدير. سوق فيه الثمن. البرقية هي عقب الجزائر طلعت الثمن. ما عاد عندك ما عندك ما دير، الثمن كاين والسلعه راه موجوده، راه كاين الخير مليح كاين، هذاك الشيء اللي كاين الاسعار في المليح اختار. اييه تبارك الله تبارك الله، المشاهدين يلقاو ما يشوفوا تبارك الله، اللهم بارك الاخوان الله يدير الخير تبارك الله، واحد واحد الاخوان تبارك الله، يا ربي يسر الامور يا ربي تبارك الله تبارك الله. الخوت راه سلعه الاخوان تبارك الله، اللهم بارك الله يدير لي بالخير تبارك الله. هذه بيوعه تبارك الله، هذه بيوعه الاخوان تبارك الله. شحال تبعت هذه؟ 48 ونص الشهر تبارك الله، 48 ونص الخوت تبارك الله، 2425 درهم تبارك الله. واصله هذه العيد راه ما كاين، والله الا واصله تبارك الله. السلام واصل الاخوان تبارك الله، ونطلبوا الله تيسير، اللهم ييسر الامور، نطلبوا الله تيسير الخوت هنا تبارك الله، راه 46 و500 لا كاين المليح المعلم. البرقيه ما نعرف ليهاش، ولكن النظره والزين راه كاين، اشوفوا شنو داير في الوجه الكولور يوريك تبارك الله تبارك الله، خير راه موجود. عندك دومين ديال السرديه ياك؟ هذه برقيه، هذه برقيه تبارك الله، مرقد مريرت تبارك الله، مريرت تبارك الله،
باقي الله يسرع من الحاج، الله يجيب التيسير. الله يسهل عليكم، الله يحفظك. دور دور الاخوان وشوفوا الثمن، اللهم يسر الامور. بالعمي السلام عليكم. دير نعمس بخير. الشباب كي داير؟ صحيح. الله يحفظك، انت قاعد تصور ليا. والله ما قاعد تصور. كي داير انت بخير؟ صحيح مزيان. شحال الثمن عطاك هنا؟ شحال؟ 30. 39 تبارك الله. شحال مرة عندك هنا جملة؟ 109. 39 الخوت 1950 درهم. انت انا ما كنتش تابع الافغاني، انت ما كتهضر بيه. وراه ودير هذا هو معايا الناس اللي على العلف. والعلف اش غدير؟ اش غنقول انا؟ هات العلف، العلف عرفتي العلف من غيجي. وصرف العلف من غيجي. العلف غيجي مع الله شي بركه ديال الماء. شو بركه ديال الماء. العلف غالي الناس، العلف راه غالي الغلم. تقول لي السوق غالي والعلف اللي ب 100. ما شتي العلف السوق غالي ولا العلف اللي غالي. راه واش ما يمداش عباد تعيش لما كان الا ما كان العلف. وغوت على العلف يرخص، لا بغوا الكساب يرخص الفهيم، واش العلف يشريه ب 100 110 وبغى الغنم يجيبها لي رخيصه، والجافه بخمسة سنين هادي. خمسة سنين كاين عندك. وهانتوما الخوت كما كتسمعوا الناس راه كيطلبوا من المسؤولين الخوت يرخصوا لهم العلف الاخوان. تبارك الله تبارك الله. هادي هنا الخوت راه 102 ثمن 39 1950 درهم. تبارك الله. سقوا عويناتكم الخوت، ونبغيكم تبارطاجيو الخوت هذا الفيديو هذا الاخوان. تبارك الله يسر المسؤولين على حساب العلف الاخوان الكساب باش الغنم تاهي ترخص على حساب المواطنين. تبارك الله والله يا ربي يسر الامور. تبارك الله تبارك الله. السلعه راه موجوده والبرقيه راه بالزايد الخوت. تبارك الله. ونطلبوا الله تيسير والله يسر امور جميع الناس. تبارك الله. هنا راه الخوت راه 102 وخير موجود، اي واحد راه يعيد الخوت. تبارك الله الله يسر. ندور شي دوره في السوق ونشوفوا الثمن. نعمس الله يعاونك، الله يجيب التيسير. بالحاج حتى الله يسهل عليك. وهاد وين لا كان شي راه كاين، ما كانش ما كانش. الله يسر. خويا شحال الثمن هنا؟ الله يحفظك. هذه سولت عليها سولت عليها. تبارك الله. طلب الله التيسير، اللهم يسر الامور، الله يدير خير. تبارك الله. للحاج. تبارك الله، اللهم يسر الامور. ولعم السلام عليكم. كدير بخير؟ صحيح مزيان. شحال الثمن اخويا الله يحفظك؟ شحال؟ 42 و500 الخوت. تبارك الله. 42 و500 2125 درهم. تبارك الله. يا ربي يسر الامور يا ربي. تبارك الله. طلبوا الله تيسير برقية الخوت انتم الخوت. تبارك الله. الخير موجود. الخير موجود. والله الا الخير موجود ما غنضرش نبقى نصور في هذا الشيء كامل حيت انا صورت السرديه. بعد مني ما كتسالنيش. طلبوا الله تيسير. مرحبا البرقية هي مولوده. واخا نديرها بوحدها ما عنديش مشكل. تبارك الله. يا ربي يسر الامور يا ربي. نطلبوا الله تيسير. ندوروا شي دوره في السوق ونشوفوا الثمن. صوروا الصغيره الاخوان تيا الثمن ديالها شحال؟ شحال اخويا الثمن هنا الله يحفظك؟ 27 و700. 27 و700 تبارك الله. هذه الخوت 27 و700 الاخوان. تبارك الله. الله ييسر الامور. تبارك الله. 27 و700 بحال لها الخوت 1385 درهم. تبارك الله. يا ربي ييسر الامور يا رب. الخير موجود الخير. والله الا الخير موجود. تبارك الله. الله ييسر الامور، الله ييسر الامور جميع الناس. تبارك الله. 27 و500 الخوت. تبارك الله. طلبوا الله تيسير الدراسات موجودين والخير راه موجود الخوت. تبارك الله. ندوروا شي دوره الاخوان ثاني ونشوفوا الثمن. الله ييسر الامور. تبارك الله تبارك الله. انتم الخير موجود الخوت. تبارك الله. البرقيه راه بتستافنا الخوت. تبارك الله. تبارك الله. يمكن هذه الخوت راه تباعت وغنسولو ولا بشحال دوزها. الله ييسر الامور. خالي بوجه مع شحال الثمن باش دازت الله يحفظك؟ 37 الله يرحم الوالدين الله يحفظك. 37 الاخوان باش دازت. تبارك الله. مرحبا. تبارك الله. 37 نعم. تبارك الله. هذه دازت الخوت 37 1850 درهم. تبارك الله. نطلبوا الله التيسير والله ييسر الامور جميع الناس. تبارك الله. مرحبا. خت هانيت. شحال الثمن انت هي؟ 38 و600 الخوت. خير راه موجود الاخوات. تبارك الله تبارك الله. البرقيه هي الخوت راه موجوده 38900 درهم. الله يحفظ خويا الله يعزك. عثمان عثمان هاكاك. تبارك الله. اللهم يسر. انا هو اللي كنجي عندكم من المنافقه. اللهم يسر الخوت. تبارك الله. 38900 درهم. خير موجوده المعلم. لا برقيه لا سرديه. والله الا اليوم داخل السلعه بزاف. والله يدير شتا ولد الخير. خذ عربي السردي الصغير. خذ عربي السردي الصغير. تبارك الله. ندوروا الخوت في السوق ونشوفوا الثمن. نهاركم مبروك وتحياتي لكم.